تبغية سكان البلاد، تأثرت حياة العاملين في مجال الاصطياد السمكي سلباً جراء الحرب والصراع الذي لا يزال يعصف بالبلاد منذ مارس العام الماضي. في المكلا تجد العشرات من الصيادين في حيرة من أمرهم، يتساءلون عن الطريقة التي تمكنهم من استعادة ولو الجزء اليسير من مصدر رزقهم الذي تضرر جراء الأحداث. يعاني الصيادون في حضرموت من وضع صعب وقاس وأزمات لا تكاد تتوقف، فمن أزمات الوقود الخانقة والتي تشل قدرتهم إلى الاعتداءات المتواصلة التي يتعرضون لها من قبل السفن والبوارج الحربية وحتى القراصنة في عرض البحر، مرورا بكارثة الإعصارين تشابالا وميغ واللذين دمرا نحو 700 قارب صيد صغير وأكثر من 20 سفينة خشبية أو ما يعرف محليا باسم العبري، دون أن يحصلوا على أي من التعويضات أو المساعدات التي وعدت الحكومة بتقديمها. الصيادين طبعا ظل الظروف الحروبات يعانون من بعض نقص في المحروقات، نقص في شراء الصيد، في أسواق الصيد، في دخول الشركات في معيشتهم. المعيشتهم صارت قليلة والأمور صارت غالية، وال يعني تجهيز الصندوق الآن يكلف أكثر من 1,600,000 1,800,000، ما يجيبوا الدخل، ما يجيبوا الدخل بسبب إنه الأحداث ما أعطت الناس فرصة للتسويق كشركات كدي تستلم كترفع شأن الصياد. ولا تتوقف معاناة الصيادين عند هذا الحد، فالكثير من المصانع والشركات السمكية أغلقت أبوابها نتيجة للحرب وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، ناهيك عن توقف خطوط التصدير للخارج والتي غالبا ما كانت تتم عبر مطار المكلا الدولي ومنفذ الطوال الرابط مع المملكة العربية السعودية والمغلقين منذ اندلاع الحرب في البلاد. لا يوجد أيضا المشتري للصيد نتيجة أن انقطاع الخطوط والأعمال اللي تقع على الطرق والخطوط اللي تربط بالسعودية، لأن كان أكثر الصيد يروح خارج البلد، والمصانع اللي تعلب الإنتاج التونة برضو يعني تتعذر، لأن عندها يعني حجة أن الديزل غالي وأن ما تعطي الأسعار والأسعار متدنية. هؤلاء الصيادين لم يسلموا من تداعيات هذه الحرب التي أثرت سلبا على حياتهم المعيشية وزادت من تدهورها، وبات لسان حالهم يقول أن متى تنتهي هذه الحرب. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.